مشاهدينا أهلا بكم. مكافحة الإرهاب في إفريقيا، موقف نيروبي من قضية الصحراء، وأفاق التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ونيروبي هي محاور هذا اللقاء مع سفير كينيا لدى الجزائر السيد موا لوموشيرا. سعادة السفير، يشرفنا أن تكون ضيفنا اليوم. بداية، افتتحت سفارة كينيا بالجزائر في فبراير 2015، وفي الوقت نفسه فتحت الجزائر سفارتها بالعاصمة نيروبي. فما هو تأثير هذه الخطوة الدبلوماسية على العلاقات الثنائية؟ أرحب بك باسمي وباسم زملائي في السفارة. لقد تطرقت لمسألة هامة، وهي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين الجزائر وكينيا. فعلا، لقد افتتح الرئيس الكيني أوروهو كينياتا السفارة رسميا في فبراير 2015 خلال الزيارة التي قام بها للجزائر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين. وأنا أتشرف لأكون أول سفير لكينيا لدى الجزائر. نعم، بفضل فتح السفارة هنا حققنا تقدما كبيرا في العلاقة الثنائية، كما عززنا المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، وأسسنا علاقات شراكة في عديد القطاعات العامة منها والخاصة. لكن أهم ما حققناه هو أننا بدأنا العمل من أجل تحيين التعاون في مجال السلم والأمن، وكذا التعاون الدبلوماسي في إطار الاتحاد الإفريقي. سعادة السفير، كيف يمكن للبلدين مثل الجزائر الواقعة في الشمال وكينيا في الشرق أن تعملان معا لإيجاد حلول لمشاكل القارة الإفريقية؟ سؤال مهم للغاية، فنحن هنا في السفارة نبحث يوميا على أجوبة لهذا السؤال. حقيقة، إفريقيا تحتاج إلى أكثر من أي شريك آخر. يجب علينا تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية، وللجزائر دور رئيسي في هذا السياق، فهي بلد رائد في شمال إفريقيا، كما أن كينيا بلد رائد في منطقة شرق إفريقيا. We have three levels of cooperation that we need to strengthen. Number one, we need to work on our bilateral issues. Number two, we need to work on the African. علينا العمل ضمن ثلاثة محاور، هي تعزيز التعاون الثنائي والعمل في إطار الأجندة الإفريقية وتعزيز مكانة القارة في المجتمع الدولي. On the specific of the bilateral trade relations. على الصعيد الثنائي نتطلع لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز المبادلات بين الأفراد وتبادل الخبرات في مجالي الثقافة والسياحة. أما على صعيد القاري، يجب أن نعمل لتقوية المؤسسات الإفريقية التي من مهامها الدفاع عن مصالح إفريقيا، وأيضا من أجل ضمان أمن واستقرار دائمين في القارة. أخيراً، على الصعيد العالمي يجب أن نعمل من أجل أن تولي منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها اهتماماً لمصالح إفريقيا. كما تعلم سعادة السفير أن ظاهرة الإرهاب تؤثر على استقرار المنطقة، كيف تعمل الحكومة الكينية للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تتوسع في المنطقة خاصة مع جارتكم الصومال؟ This is a key issue in addressing the peace and security in Africa. But before I comment about the African situation, let me just make a very small reflection. الإرهاب ظاهرة عالمية، وهو يهدد الأمن والسلم في جميع أرجاء العالم، كما قال الرئيس الكيني أوروهو كينياتا خلال حضوره منتدى السلم العالمي في باريس. ليس هناك بلد في العالم هو في منأى عن الإرهاب. As we have seen, terrorists all over the world are active and are against peace, and a threat to peace in any part of the world is a threat to peace to everybody. وفي إفريقيا يتوجب علينا تعزيز تعاوننا للقضاء على الإرهاب. Dealing with terrorism must begin with addressing the root causes of terrorism.
لكن القضاء على الإرهاب يتطلب القضاء على الأسباب الجذرية مثل التطرف. في هذا الصدد أود أن أثمن على تجربتي الحكومة الجزائرية وشعبها وتمكنها من تحقيق تقدم كبير في معالجة الأسباب والعوامل الدافعة نحو الإرهاب الذي يهدد سلامة البلاد والمنطقة. بطبيعة الحال تعاني إفريقيا حاليا من آفة الإرهاب في ليبيا وشمال مالي وأيضا في نيجيريا بسبب تنظيم بوكو حرام وفي منطقتنا بسبب تنظيم الشباب. في منطقتنا لقد حققنا نجاحا في مواجهتنا لتنظيم الشباب، وهذا راجع لثلاثة مستويات ناجعة للتعامل مع هذا التنظيم. أولها التعاون بين الدول المجاورة للصومال وهي كينيا، إثيوبيا، جيبوتي، رواندا، بوروندي وأوغندا، وذلك ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال الأميسوم. والأميسوم هي مبادرة مدعومة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة تنظيم الشباب. ثانيا تقديم المساعدة للجارة الصومال لاستعادة السيطرة على أراضيها وضمان أمنها وسلامتها، وهو عامل مهم في مواجهة ومحاربة الإرهاب، فالمعروف أنه يستفحل نشاط الإرهاب عند غياب الاستقرار. لكن أهم عامل هو تقدم المسار الديمقراطي في المنطقة وخاصة في الصومال، حيث شجعنا الصوماليين في كينيا وفي المنطقة للعودة إلى بلادهم والمشاركة في معالجة قضايا الأمن والاستقرار في بلادهم. لقد تحقق تقدم كبير في هذا الشأن ونحن سعداء لذلك. سوف تستمر كينيا في تقديم المساعدة ضمن المبادرتين الأممية والإفريقية لمحاربة الإرهاب. And the United Nations initiative to deal with the menace. And what about the role of African Union? ما هو دور الاتحاد الافريقي تحديدا لجنة الامن والسلام؟ The African Union Peace and Security Council, of course, based on وفقا لاتفاقية دوربان لعام 2002، لقد قامت لجنة الامن والسلام بإعادة بلورة آليات الامن والاستقرار في القارة. It is the main pillar of the African peace and security architecture, which of course includes also. وهي تعد الدعم الأساسي لأجهزة الاتحاد الإفريقي من أجل الأمن والسلام، إضافة إلى صندوق السلم للاتحاد الإفريقي ونظام الإنذار المبكر القاري للاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء الإفريقية. مجلس الأمن والسلم الذي تمخض عن اجتماع أديس أبابا الذي أصبح عمليا بعد ذلك يعد إطارا جيدا للنقاش وتبادل وجهات النظر حول مسائل السلم والأمن في القارة. هذه التحديات لديها بعد تاريخي يتطلب منا بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب، وهنا نعتقد بأهمية النظرة الواقعية لما تعيشه الدول الإفريقية من تحديات. لكينيا دور فعال في الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمن والسلام للاتحاد، ونحن واثقون كل الثقة أن الاتحاد الإفريقي بأجهزته قادر على مواجهة هذه الصعوبات والدفاع عن مصالح إفريقيا. ننتقل سعادة السفير إلى قضية الصحراء الغربية. هل تعتقد أن الحل الوحيد لمسألة الصحراء الغربية يكمن في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم؟ نعم طبعا، موقف كينيا حيال قضية الصحراء الغربية واضح. أولاً التحقت الصحراء الغربية بمنظمة الاتحاد الإفريقي منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً، والتي أدت إلى دخولها الصحراء الغربية إلى المنظمة منذ 1984. ثانياً الصحراء الغربية تعد من البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، لذلك حين تم الانتقال من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي الصحراء الغربية كانت عضواً، والأهم من كل ذلك أنها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي أمامنا.
من جهة أخرى التحقت المملكة المغربية مؤخرا بالاتحاد وهذه أيضا حقيقة، لكن هناك ما نسميها الماضي المشترك لا يمكن إنكاره، هو خطأ الاستعمار في إفريقيا، أي تأثير الاستعمار الجديد على القارة الإفريقية وهو مستمر حتى الآن. تسعى الأمم المتحدة منذ 1975 لأجل حل هذه القضية. تطرقت الأمم المتحدة في قرار 2351 الذي صدر العام الماضي إلى تاريخ القضية الصحراوية، والموقف الأممي يبقى ثابتاً، وحل قضية الاستعمار في إفريقيا ومستعمراتها الأخيرة يكمن في تمكين شعبها من تحقيق مصيرهم. وكينيا بصفتها عضوا في الاتحاد الافريقي جدد قراراته الأخيرة المنبثقة من قمة موريتانيا دعمه لمسار الحل الأممي للقضية الصحراوية. فالإجابة نعم، ندعم المسار الأممي وحل هذه القضية هو في يد الصحراويين في حق تقرير مصيرهم. من أجل بناء علاقة بين الجزائر وكينيا أنشئت لجنة مشتركة سنة 2013، فما هي النتائج التي حققتها هذه اللجنة؟ منذ 2013 اتفق البلدان على إنشاء إطار سياسي لإنشاء اللجنة المشتركة التي سمحت بتعزيز المشاورات السياسية. مع الأسف لم نتمكن من عقد الاجتماع الأخير للجنة التجارية، لكن حققنا ما يأتي. أولا، تبادل الزيارات بين وزيري الخارجية للبلدين. ثانيا، تبادل الزيارات بين القادة السياسيين خاصة رؤساء البرلمانات، كما قام أيضا نائب رئيس الكيني بزيارة للجزائر. On a matter of substance, we have strengthened our cooperation across the peace and security sector. We are having joint activities. وبشكل عام قمنا بتعزيز تعاوننا في مجال الأمن والسلم. أما على الصعيد التجاري والاقتصادي قمنا بتدعيم زيارات اللجنات التجارية بين البلدين. نتج عنه ارتفاع ملحوظ في صادرات الأزهار من كينيا إلى الجزائر. لكن من المفروض أن توفر اللجنة إطاراً للتوقيع على عدد من الاتفاقيات. تم تجهيز هذه الاتفاقيات، وفي انتظار أن يجتمع الطرفان سنواصل العمل لمواجهة تحديات الدبلوماسية الاقتصادية. أتمنى أن يعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية في أقرب الأجال هنا في الجزائر أو في نيروبي. سعادة السفير، تسعى شركات جزائرية لدخول السوق الإفريقية، فهل السوق الكينية والمناخ الاقتصادي هناك كاف لاستقطاب المستثمرين الجزائريين؟ دعني أقول أن مستقبل التجارة العالمية هو في إفريقيا، فهي المصدر الأكبر لفرص الاستثمار الجديد، كما أن بعض اقتصادياتها حققت أعلى نسب نمو في العالم، وذلك بفضل شبابه النشيط. لكن يتوجب على إفريقيا أن تستغل هذه الفرص، وهذا هو دور سياستنا الخارجية. تتمحور السياسة الخارجية لكينيا على مقاربة من أجل إفريقيا. نحتاج أولا لمزيد من الحوار وتعزيز التجارة والتبادلات بين الأشخاص. مهمتي كسفير لكينيا في الجزائر هي جلب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للاستثمار في بلدي. We are looking for the following three issues. Number one, we want to trade on the traditional commodities that Algeria import and the traditional commodities that Kenya imports. For example, we sell flowers. We are one of the known source of flowers in the world. We are one of the biggest contributors of export flowers
هدفنا هو رفع المبادلات التجارية بين الجزائر وكينيا التي هي من أهم مصدري الورود في العالم، وهي تصدر ورودها حتى لهولندا والآن إلى آسيا. هدفنا كذلك تطوير السياحة في كينيا المعروفة بالسفاري. But we also asking Algerians to share their experiences. We want Algerian technology. لكن نتطلع لاستفادة من التجربة الجزائرية. نريد من الجزائر أن تقسم تجربتها في المجال التكنولوجي والصناعي، خاصة صناعة الأدوية. نريد من الجزائر أن تساهم في صناعتنا الغذائية من أجل تقليص استيراد المواد الغذائية. The final aspect on these opportunities is my government has taken a deliberate effort to promote four pillars, now called the Big Four Agenda. Number one, سطرت بلادي عدة أهداف استراتيجية، هي تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السكن وتطوير الصناعة، كل هذا لخلق مناصب شغل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. نعلم أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في هذه المجالات، الصحة والمجال الصناعي، خاصة الصناعة الإلكترونية والغذائية. لذلك ندعو الشركات الجزائرية للاستثمار في هذه المجالات. When you talk about manufacturing, Algeria is home of Africa. تعد الجزائر من الدول الرائدة في إنتاج الإلكترونيات في القارة الإفريقية، نعلم ذلك جيدا. لدينا أكبر عدد من المستهلكين الشباب في مجال الابتكار والتكنولوجيا، مع العلم بالنجاح الذي حققه تطبيق موبيسا في كينيا، وهذا ما يجعلنا نؤكد بوجود العديد من الفرص. لذلك نعتقد أن ميدان التكنولوجيا وصناعة اللوازم الإلكترونية هو ما يجب على الجزائر أن تستثمر فيه في كينيا، إلى جانب المواد الصيدلانية والقيمة المضافة في الصناعات الغذائية. فبلدنا من أكبر منتجي الخضر، ونحن نرحب بالشركات الجزائرية الراغبة في الاستثمار في هذا الجانب، ونحن هنا في السفارة مستعدون للعمل على ذلك وتقديم المعلومات والتسهيلات الضرورية. ما هي أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية عندما نعلم أن القادة الأفارقة يسعون لتحقيق التنمية المستدامة؟ Very supportive since our independence. Before the formative years of the European Union, there was something called the East African Community. لطالما ساندت كينيا منطقة التجارة الحرة الإفريقية قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي. كان يوجد ما يسمى بمجموعة شرق إفريقيا. تأسست هذه المنظمة سنة 1967، ثم حلت في سنة 1977. منذ ذلك الوقت أسست السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا، وهي من أهم وأنجح المجموعات الاقتصادية الإفريقية. تطورت الآن لتصبح منطقة التجارة الحرة الإفريقية. كينيا هي إحدى الدول الإفريقية التي وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تضمن تجارة حرة وتنقلا أسهل للبضائع والأفراد. Free movement of people and free movement of services. How does this help us? We need to grow our intra-African trade. Right now, the intra-African trade is one of the lowest in the region, in the world. في إطار هذه المنطقة علينا تطوير المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية التي تعد من أضعف المبادلات في العالم، حيث لا تتجاوز 50% أو 60% في التصدير و 10% للاستيراد. An illustrative key issue is this. The products that are consumed by many African countries could come from Africa, but they have to go to Europe and other parts of the world. نحن نعمل لدفع التبادل التجاري في إفريقيا. المنتجات التي يستهلكها الأفارقة يمكن أن تأتي من القارة، لأننا نصدر لأوروبا ونستهلكها بعد ذلك بشكل مضاعف. نحن نسعى لخلق تجارة وتبادل أكثر في القارة الإفريقية. ستشارك كينيا بقوة في المعرض التجاري الأفريقي الذي سيقام في مصر. ستحتضن العاصمة نيروبي مؤتمر اقتصاد الأزرق المستدام. كيف يمكن للمؤتمر أن يساعد في انتقال كينيا وإفريقيا إلى الاقتصاد الأزرق؟
Thank you, Wasim, very much for that question. شكرا جزيلا وسيم على هذا السؤال. The world is struggling to find opportunities for sustainable growth. If there is an element that has not got global attention in terms of يجد العالم صعوبات في إيجاد فرص للتنمية المستدامة ضمن نقص اهتمام العالم بالاقتصاد الأزرق. الأمر يتعلق بالمحيطات والبحار والأنهار التي تعتمد عليها الكثير من الاقتصاديات في القارة الإفريقية. It is the first to be held ever. Secondly, it is a partnership between countries who are looking. دعني أذكر ثلاث نقاط تتعلق بمؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام. أولاً، هو أسرع مؤتمر. ننظم المؤتمر شراكة بين كينيا واليابان وكندا بمشاركة أكثر من 170 دولة من بينها الجزائر. يهدف المؤتمر إلى أن يجعل من الاقتصاد الأزرق خزاناً للفرص لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة. What are we looking for? We are saying that it is high time to harness the potential of blue economy. Number two. يسعى المؤتمر إلى تقييم دور الاقتصاد الأزرق المستدام والاهتمام أكثر بالحداثة والابتكار من أجل استغلال الاقتصاد الأزرق المستدام على المدى الطويل، وذلك بتمكين الأفراد والجماعات الساكنين على طرف البحار والأنهار عن طريق خلق فرص عمل واستخدام موارد الاقتصاد الأزرق لتطوير الاقتصاد بشكل عام. So we welcome the world to home because Kenya is having. ندعو العالم للمشاركة في المؤتمر وإنجاحه. A very successful event for me and my colleagues here at the embassy. We are there and available to support the Algerian government and the people. نحن هنا في السفارة مستعدون لتقديم المساعدة للحكومة الجزائرية ومتعاملين الخواص الراغبين في المشاركة في هذا المؤتمر. سعادة السفير، تكلمت عن السياحة والسفاري في كينيا التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في إفريقيا. هل تنوي السلطات الكينية تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة لفئة السياح الجزائريين؟ دعني أقول ثلاثة أشياء حول سفاري كينيا التي أتمنى أن يعرفها جميع الجزائريين. Number one, we are the only country in the world that has an open national park at the capital city. كينيا هي البلد الوحيد في العالم الذي يملك حديقة وطنية مفتوحة في العاصمة. عندما تقترب من مطار كينياتا الدولي فأنت تحلق فوق حديقة وطنية مفتوحة. تتميز كينيا بتنوع كبير في السفاري من جبل كينيا الذي يقع في وسط كينيا جنوب خط الاستواء مباشرة، لكنه مكسو بالثلوج التي تمتد من جبل كينيا إلى محمية ماساي مارا، مجموعة متنوعة وفردية من الفيلة إلى أن تصل إلى الشواطئ ذات الرمل الأبيض في مومباسا. تزخر كينيا بتنوع جغرافي لا مثيل له في العالم. And leisure seekers from around the world. The third aspect about Kenya's safari is the Kenyan people themselves. الشيء الأهم التي تتميز به سفاري كينيا هو الشعب الكيني المضياف. فالشعب الكيني يقدس علاقته مع الشعوب الأخرى. نحن نرحب بكم لتجربة هذا التنوع الذي تسخر به السفاري. When it comes to the issue of visa, yes, we have now an open visa for all African nationality. All African nationalities can now apply a visa on arrival in Nairobi. But for logistical and travel purposes, we welcome Algerians to contact us here at the embassy
حين نتناول مسألة التأشيرات، نعم بالفعل نمنح التأشيرات لمواطني الدول الإفريقية في مطار نيروبي. أما فيما يخص المسائل اللوجستيكية، نسهل إجراءات الحصول على التأشيرات الدخول، وأضمن لكل الزائرين بأنهم سيستمتعون بتلك الأجواء التي تميز سفاري كينيا. سعادة السفير، الوقت يداهمنا، استمتعنا باستضافتك اليوم. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا الحوار الخاص، إلى اللقاء. Kenya yetu hakuna matata, Kenya inji nzuri hakuna matata, inji ya kupendeza. You say hakuna matata, wote wakaribishwa hakuna matata, inji ni wazuri hakuna matata. Jambo, jambo bwana, amani matata, hakuna matata. Hakuna matata means no problem. Mushkil. Mushkil. No problem. No. Yeah.